مشروع قانون الإيجار القديم 2021 وتلت أسباب للإخلاء الفوري للشقة وطرد المستأجر 10% زيادة سنوية. أهلا بكم، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك. بدأ مشروع قانون الإيجار القديم 2021 يخرج للنور مرة أخرى بعدما عجز البرلمان الماضي عن إنهاء الجدل الدائر في الأمر بين المالك والمستأجر بما يحفظ التوازن بين الطرفين. وفي ظل وجود العديد من الشكاوى من ملاك الإيجارات القديمة، قام النائب البرلماني والخبير الاقتصادي وليد جبالله بتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم. ننشر لكم نص وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2021، حيث أن الإيجار القديم من الموضوعات الأكثر جدلاً على الساحة الشعبية والتشريعية، كما إن هناك اهتمام كبير من المتضررين والمستفيدين من الإيجارات القديمة، الأمر الذي يوجب على البرلمان الحالي إنهاء هذا الأمر، وهذا ما جعل النائب وليد جبالله يتقدم بمشروع القانون المنشور بالخبر. وفقا للمادة رقم 3 مضافة للمادة 18 من القانون 136، فإن مشروع قانون الإيجار القديم 2021 ينص على أن أقل إيجار للعين المؤجرة هو 200 جنيه مع زيادة 10% في كل عام، ويمكن تحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة من خلال حساب متوسط استهلاك الغاز والمياه والكهرباء للسنة السابقة على تنفيذ القانون. كما يجوز طرد المستأجر وإخلاء الشقة المؤجرة فورا وقبل انتهاء المدة المتفق عليها في 3 حالات. الحالة الأولى، سفر المستأجر خارج البلاد لمدة 3 سنوات. 2، غلق الشقة المستأجرة لمدة 3 سنوات. 3، مرور 3 سنوات على قيام المستأجر باستخراج تراخيص بناء هو أو أحد أبنائه أو زوجته. Thank you.
وتتلخص التعديلات الجديدة في مشروع القانون الإيجار القديم 2021 في التالي: الحد الأدنى للإيجار 200 جنيه للسكن و300 جنيه لغير الأغراض السكنية، 10% زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار المحددة، غلق الشقة 3 سنوات لسفر المستأجر يفسخ العقد وتخلى الشقة فوراً، 4. استخراج ترخيص للمستأجر أو لزوجته أو أحد أبنائه يتسبب في إخلاء الشقة، 5. الحصول على شقة إسكان اجتماعي سبب من أسباب الإخلاء، 6. تحرير العقد بمرور 50 سنة عليه، كما يحق للمالك فسخ العقد مع المستأجر في حال قيام الأخيرة بتغيير استخدام الشقة من سكن إلى مكتب أو عيادة أو خلاف ذلك بدون إذن المالك. إن أعجبك الفيديو عزيزي المتابع، يمكنك الآن الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، ولا تنسى دعم المقطع بلايك.